أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزر بروكرز تاريخ 25/10/2019. محدثكم عصام اسطنبولي. نظرة على البترول برنت والغرب أمريكي WTI. من الناحية الإخبارية على الأجندة الاقتصادية، ليس لدينا اليوم أخبار متعلقة في البترول أو الدولار بشكل مباشر، ولكن صدور البيانات السلبية للمخزونات الأمريكية لا زال يطغى على حركة البترول من اليومين السابقين. أما من الناحية السياسية، التصريحات من الجانب الصيني أنها مستعدة لأول دفعة مشتريات من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 20 مليار دولار وملحقة بما يتراوح ما بين 40 إلى 50 مليار دولار كمشتريات في وقت لاحق بعد إمضاء الاتفاق التجاري بين البلدين، قرأت الأسواق أن معدلات النمو مرجحة للازدياد وأن عجلة الاقتصاد العالمي لن تتوقف خلال الفترة القادمة، وهذا ما يؤدي إلى زيادة أيضا الاستهلاك على المشتقات النفطية. أما من الناحية التقنية، نلاحظ أن البترول WTI لا يزال يتداول خلال اليوم داخل المنطقة المحورية 55 90 56 20 تقريبا، كسر والتداولات أعلى مستوى 56 15 20 يدفع بمزيد من الإيجابية للوصول إلى مستويات 56 80. كسر مستوى 57 يعزز النظرة الإيجابية للوصول إلى مستويات 57 75. فقط كسر مستوى 55 80 يغير أي نظرة إيجابية إلى سلبية للوصول بالأسعار إلى مستوى 55 20، وكسر مستوى 55 يدفع بمزيد من السلبية للوصول الأسعار إلى مستويات 54 30. بالنسبة لخام برنت أيضا لا يزال يتداول داخل المنطقة المحورية 66 إلى 61 30، التداولات أعلى مستوى 61 30 تدفع بالأسعار للوصول إلى مستوى 62. كسر مستوى 62 يدفع بمزيد من الصعود إلى مستويات 62 85. فقط كسر المستوى النفسي تقريبا أو الحاجز النفسي عند مستوى 61 يغير أي نظرة إيجابية إلى سلبية للعودة بالأسعار إلى مستويات 60-40، وكسر مستوى 60-20 يدفع بمزيد من السلبية للوصول إلى مستويات 59.5. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزر بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.